احنا ساكنين هان اربع خمس عيال يعني بعد الدار هذا ما قصفت ملناش مأوى ملناش غير الله احنا حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم وابن حرام بس جانا اتصال على الجوال نخل البيت لأنه بدهم يقصفوا المكان اللي قدامنا فطلعت الأولاد عند الجيران حتى اللي عمتي أنا مقعدة أنا طلعناها على الكرسي العجلات بآخر لحظة طلعناها وبعد تقريبا عشر دقائق بدوا يقصفوا في المكان وكان القصف تدمير يعني البيت زي ما حضرتك شايف البيت كله راح تقريبا من جهة القصف البرند راحت الشبابيك راحت البواب راحت Thank you.